والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فنذكر بإذن المولى جل وعلا من اهتدوا وساروا في طريق الخير إلى الله جل وعلا، فبهم بفضل الله تعالى تجلت بوادر الخير وتجلت من الله جل وعلا علامات البشر، ونسأل الله دوام الخير والفضل. آمين آمين آمين. بعد سماع رقية العين والحسد وفك العقد جل الله الجن المسلم، عند سماع رقية العين والحسد وفك العقد جل الله جل وعلا من أسلموا لله تعالى وبدأوا بمسح الجسد لفك العقد، وهذه لمسة عظيمة ومسحة عظيمة بفضل الله جل وعلا من الجن المسلم، فهو يعلم موضع الداء والعقد فيسعى بفضل الله تعالى في فكها. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كانوا قوة شر وتدمير وسلاح فتاك للهلاك بيد السحرة، فلما اهتدوا بفضل الله أصبحوا في نعيم من الله جل وعلا، طابت نفوسهم بذكر الله والتعاون على البر والتقوى، فهم من يأخذون النفس والروح والبدن إلى حسن الإصغاء والإنصات والاستماع، بل ربما تكون لهم الطاقة والقوة في الاختيار ما يناسب المرء، فاستمعت إلى رقية العين والحسد وفك العقد فجلاهم الله، فبدأوا بمسح الجسد، ومن ثم بدأت تعلو بفضل الله تعالى رتب الإيمان في البدن وعلى البدن. بفضل الله جل وعلا بدأ الجن كذلك يجلي علامات السحر والأسحار في البيت، على السقف أو في الرقى، ورؤيا جلاها الله تعالى لأحد الأبناء والإخوة أنه يرى فيما يرى النائم أن هناك سحر يبحث عنه في البيت، فيجد في المنام وعليه الصور وعليه أسماء كل أفراد الأسرة والبيت في البيت، ومن بعدها بدأت تتجلى أعراض أخرى يقظة حقيقة على الأبدان. وهنا يعلم أن فئة مسلمة مؤمنة بفضل الله تسعى في مسح الداء يقظة عيانا، وأخرى تجلي واقع الأسحار مشاهدة المنام، وهذا من فضل الله جل وعلا. وبعد رؤية هذه الرؤيا صدع جن بقول الحقيقة التي رؤيت في المنام على نطق لسان، فقال: إنها الساحرة الجارة تسحر البيت. بل ورؤيت رؤيا أخرى أن سجادة حمراء تعقد من ساحرة جارة وتنفث عليها، وهذه السجادة حقيقة هي موجودة في البيت، فانطق الجن وقال: حقيقة يقظة لقد نفثت وسحرت عليها عند زيارتها للبيت، وحقيقة كانت تدخل هذه الجارة للبيت، وحقيقة معلوم حال هذه الجارة أنها تسحر حقدا وغلا. والأمور الأخرى جاءت تباعا، منها ما هو حديث ومنها ما هو كذلك قديم،
فالوالد يشعر بآلام قديمة تسكن جسده، كان يفضل أن لا يبوح بها إلا بعدما يتم الله جل وعلا شفاء الأبناء والزوجة. والوالد حفظه الله لا يعلم حقيقة واقع مراتب الأجالسة، فإن لها أسرارا تتدافع فيما بينها، ويكون الحكم للغالب حتى وإن لم يكن له سهم في نوع الإصابة المشتركة الحديثة. مثال: سلمنا أن الوالد إصابته قديمة هي الأصل التي خاص به بمس، ثم أن أفراد البيت سحروا أسحارا حديثة، فإذا كان الذي يسكن الوالد قوي بخبثه وكفره وشدته ورتبته، فمع أنه أول وأقدم ممن سكنوا حديثا في البيت وعلى أفراد البيت ولا دخله بسحر البيت، إلا أنه القدرة أن يتملكهم وإن كان في بدء الوالد دون أداء الآخر، ومن ثم تصبح القضية قضية مشتركة، وهذا أمر لا بد أن يفقه بفضل الله حتى تفتح كذلك الحالات في الجهات الأخرى. وقصة الوالد قصة نسمعها كثيرا من كثير من الناس. لما كان عمره في السن 17، وعمره الآن أمد الله في عمره بطاعته 70 سنة، لما كان عمره 17 سنة كان يسير في منتصف الليل في الظلام قرب الواد في طريق شبه خال، فإذا به يرى ضبع فيضربه بالحجارة فيفر وينصرف. وفي هذا العمر لم يفرق بين الكلب والضبع، والكلب معلوم حاله بالنباح ليلا، خاصة إذا داهمك أو إذا رميته بحجر أو بحجارة. فحينما بلغ إلى البيت وأخبر والده رحمه الله بالقصة، بينه الفرق أن الضبع إذا كان فرت الكلاب ولم تنبح خوفا من شدته وبأسه، وأن الشكل الذي رآه كثيف الشعر وتلك الصورة أنه ضبع. من ذاك الوقت وهو يشعر كلما تلفظ أحد باسم الضبع أو ذكر صفة الضبع إنه شعر بالقشعرير والتنميل في الجسد، وهذا سر عظيم جدا وجب أن نتفقه وأن نتفطن له بإذن المولى جل وعلا. ثم مر الوالد بقصة أخرى حديثة قبل 5 سنوات، وهو يحاول يقرأ على أحد بناته، إحدى بناته يقرأ على القرآن، فإذا بيشعر بشيء يخرج منه ويدخل فيه ويشعر بتنميل، ومن ذاك الوقت يشعر بثقل وبوهم. إضافة أن الزوجة مصابة وأن البنات كذلك والأبناء يعانون من الإصابة. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أصبح البدن بفضل الله فيه قوة الخير ممن أسلموا لله جل وعلا، ممن أسلموا لله سبحانه وتعالى، بل وجن المسلم يقتل الأمة والأب ويخرج الجن، ويسلمون بفضل الله وأن تكون بشهادة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. الوالد يشعر بنوبات الغضب الشديد، نوبات الغضب الشديد، بل وجن المسلم يخبر أنه قام إلى الحمام أو إلى الغضب ما دون إدراك منه وعلم بالليل، وهناك شيطان ساحب ذلك، فسحر ودفن في مجاري المياه. وحقيقة هذا في المنام بما أخبر به الجن، والحقيقة تدل وتؤكد على أن ذاك الموضع دائما يتعرض إلى العطب،
ويتعطل دائما ولا دون سبب ولا يخلف له سبب. شياطين الجن تسكن الرأس وهو يشعر دائما بالحرارة الشديدة الوالي حرارة حتى وإن كان الجو باردا. كذلك يرى رؤيا أنني أقوم برؤيتي بعض الناس وإذا بفضل الله جل وعلا ألقاه ويلقاني وأسلم عليه وتكرر رؤى بل رأى كذلك الملك الراحل محمد الحسن الثاني رحمه الله. وكذلك يعني أنه يتجدد معه أطراف الحديث ويجلس معه في مكان عام وهذه كلها تدل دلالات بعد الاجتهاد في الرقية وقراءة البقرة بالأحزاب والأوراد والأذكار وبعد إسلام الجان فضل الله تعالى في الزوجة وفي البنات أن ما في الوالد بدأ يتجلى بفضل الله سبحانه وتعالى والزوجة رأى الضفدع كأنه يمشي على فخذيها وعلى صورتها على فخذيها وعلى رجلها وعلى سروالها وعلى لباسها وترك ذلك حجر الصلاة أو حجر التيمم كما قلت تيمم هذا التراث كذلك رمادي وكأنها تضعه في مكان الرقية. وهنا يعلم سبحان الله إذا جمعت بين هذا الصعيد الطيب هذا الحجر الذي الناس معظم الناس يضعونه في البيت أو في مكان حتى يمسحون عليه من أجل التيمم هذا الحجر الذي الأصل هو التراب سبحان الله العظيم لا بد أن نجمع بين هذا الأول والثاني. كيف نجمع بين الأول والثاني؟ لا بد أن نتذكر في ما قصه الإبن ورآه في الرؤيا أن السجادة الحمراء لا بد أن نتفطن إلى المنامات لها دلالات كما أقول دائما والرؤى لها إشارات وعلامات كما أقول دائما فلا تذهب عبثا وسولا أبدا. فقد رأى الإبن فيما يرى النائم أن السجادة الحمراء تعقد وينفث عليها صحيح أنها تعقد وينفث عليها وأن هناك جارة تسحر عليها ورأى كذلك أنها مجموعة عقد لكل أفراد البيت والكل مصاب حقيقة فهنا لا بد أن نفهم أن هذا الإبن الذي يرى هذه الرؤية عنده سر. هذه أول شيء عنده سر. ثانيا أن هذه الرؤى لما ظهرت الأولى يبحثون عن يبحث في البيت عن أسحار ويجدها في المنام بعدها تجلى أعراض في حقه في الأبدان ويرى السجادة الحمراء تعقد وهذه السجادة حقة موجودة في البيت ويرى أن هناك ساحرة من جاراته تسحر. ثم تأتي الأم لترى هذا الصعيد الطيب هذه حجرة التيمم تراها كذلك رمادية اللون وهي تضعها في ماء الرقية فيعطيك دلالة أكيدة على أن السحر له علاقة بالأخلاق والدين حقد وغل على الاستقامة على النور على القانون على البر على الصلاح. ومن في الأم الآن يعطيني إشارة نعم 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 يعطيك دلالة على أن السحر بني على هذه الأسس على أمور الشعائر على التربية على السلوك على الدين ويرجون بهذا كساد الأبناء والبنات فساد الأبناء والبنات سوء الأخلاق في الأبناء والبنات العقوق في الأبناء والبنات. إن هذه الرؤى تعطيك دلالة الطهارة الصعيد الطيب السجادة الصلاة ذكر الله عز وجل والسجود لله سبحانه وتعالى ويعطيك دلالة على أن من فيها كذلك أسحار خدام أباس تكرهوا دين الله عز وجل لا تحب المصلين ولا الذاكرين ولا الخاشعين لكن الله تعالى هدى كثيرا من الجن
وجاء بهم إلى دينه أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هي أمور من الله سبحانه وتعالى. فسبحان المكرم سبحانه جل في علاه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فحاصل القصة الآن الواد والضبع القديم والمس القديم، والواد والمس الذي جاء بعد سنة قبل سنوات، ثم القصة قصة الأصحاب التي تتكرر وتتجدد على كل أفراد البيت من الجارات أو من الجارات، وقصتنا كذلك مع من اهتدوا بفضل الله تعالى فجلوا خيرا، وهم خيرة من سكن البدن أسلموا لله جند من جنود الله سبحانه وتعالى، أسلموا لله سبحانه جل في علاه. أسلمتم لله؟ أسلمتم لله؟ فقولوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى، ونعاهد الله أن لا نتعاون على الإثم والعدوان. قلتم أن الشيطان ساحر سمى نفسه أحمد خرج من الوالي، يريد بإذن الله جل وعلا أن لا يبقى ساحرا ولا شيطانا ولا إبليسيا في الأبدان بإذن الله جل وعلا. فما قصة السجادة والعقد؟ ما قصة الأسحار التكرر والتجدد؟ ما قصة الإصابات التي جاءت حقدا وغلا؟ ما قصة الجارة؟ وما قصة السقف والجبن الذي يخرج منه أو يسكن فيه؟ فبسم الله نبدأ. فإلى كل مسلم أحييك بتحية الإسلام، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أيها الجني، لقد جئت إلى الله جل وعلا راغبا في رحمته، طامعا في جنته، مقبل على فضله ومغفرته، فبوركت وجزاك الله خيرا. واعلم أن الله سبحانه يكفر العثرة ويغفر الذنب ويرفع الدرجة، وهو الله الغفور الودود. فنسأله سبحانه أن يقربنا منه، وأن يحبنا ويرضى عنا، وأن لا يسخط عنا أبدا، إنه والله الغفور الشكور. معشر الجن، كل واحدكم كان يمشي ويسري ويجري في طريق الشر قبل إسلامه، فيعلم مكمن العطب والغضب في الأبدان، يعلم ما جرى فيها من علم وأسقام، كيف تكالبت عليها الهموم والأحزان، يعلم مكر الماكرين فيها وسحر الساحرات فيها، يعلم ما جرت به أقلامهم وخطت أناملهم وعقدت أصابعهم ورشت أيديهم، يعلم تعلمون هذا علما حقيقيا يقينيا مشاهدة. فأسلمتم لله بعدما طابت نفوسكم وآمنت بالله قلوبكم، فجزاكم الله جنة، بوركتم وبارك الله في سعيكم وفي نطقكم وقولكم، وأنتم مسحتم على العقد، مسحتم بفضل الله جل وعلا على الأيدي والركب، ومسحتم بفضل الله تعالى على كل الجسد، فبوركتم بارك الله فيكم. فقولوها لله: لقد ظلمنا وآذينا وعذبنا وألمنا وأسلمنا فأحسننا، والمحسن يحبه الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
ولا وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فقولوا لله نفك العقد ونواصل الكفاح والنضال والجهاد حتى تشفى الأبدان من عللها ومن تعقيدها ومن دائها ومن سمها بفضل الله جل وعلا. لا سحر بعد اليوم، لا تعطيل في خدمة أو زواج، لا تشويه لجمال، لا تمرض لأبدان، لا محق لمال. أسأل الله لي ولكم الخير وأن جميعا بفضل الله تعالى. فنبدأ بإذن الله تعالى بالرقة والقرآن، وإلى كل ضبع سكن البدن أو كلب من الكلاب، إلى كل ثعبان أو حية، إلى كل طير أو حيوان، إلى كل ملك ملوك الجان أو إبليس شيطان، إلى كل الصحة والكهان، إلى كل ما تلبسوا بالعين والنظرة وبحسد الحاسدين والحاسدات. إليكم جميعا نقرأ بفضل الله تعالى لتفك وتحل وتزال كل ما به تستر ظالم وظالمة، كل ما به جد الظلم الظالم والظالمة، فترفع بفضل الله تعالى رايات البشر والخير في السلالة والذرية، بفضل الله في البطون والأرحام ترحم، بفضل الله تعالى في نسلها ترحم، في مبايضها ترحم، بفضل الله تعالى في أحشائها ترحم، بفضل الله جل وعلا في ظاهرها وباطنها. فهي إلى الله جل وعلا، إلى الله ربنا طيب جميل وهو الله. فلنبدأ بحمد الله معشر من آمن وأسلم واهتدى، معشر من آمن وأسلم لله واهتدى، معشر من آمن بالله وأسلم 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 واهتدى. فهي إلى الله جل وعلا، إلى الله. فبحمد الله والتدبير والتهليل نبدأ، بحمد الله جل وعلا نبدأ، فبسم الله نبدأ. La
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فكيف إذا عجبنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له،
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا، 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 وهو رب كل شيء. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
محمد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. معاشر من آمن وأسلم صلوا على النبي محمد، من الإنس والجن صلوا على النبي محمد، صلوا وسلموا على النبي محمد. لبيك لا شريك لك لبيك.
جل وعلا عن طيب نفس ورجاء إلى الله جل وعلا يرجون رحمته ويخافون عذابه. إلى كل من وجلت قلوبهم وخشعت فرائصهم بذكر الله جل وعلا. إلى أن نمضي قدما لنرى بإذن الله جل وعلا النصر والشفاء ظاهرا وباطنا. واعلموا انكم الان تسيرون بفضل الله جل وعلا في سير صحيح لا تنازعكم الشياطين ولا تشارككم الابارسة. اصبحت قلوبكم لله وابدانكم لله جل في علاه. فجلوا لله فضلا وخيرا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اوصيكم بوصيه الله جل وعلا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إنه الله ينقذ من يشاء ويهدي من يشاء ويعز من يشاء. فقل الحمد لله ظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رسالتي إليكم جميعا أن شمروا بفضل الله بهمة وبقوة فلا مكان للفجرة والكفرة والسحرة. أن تشفى بإذن الله تعالى البيوت والآباء والأزواج والأمهات والذرية جميعا. وألا يدنو ألا يختل إبليس أو شيطان أو مجنوك الجان الكفر الفجر طاعة للمولى جل وعلا. والنسارع في الخيرات والبركات
والمصوات، ونقدم ما استطعنا بإذن رب الأرض والسماوات. واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإلى كل ربع أسلم لله جل وعلا، ولا كل من يلهث كلب في البدن أسلم تسلم. إلى كل حذباء أو عقرب أو حي أو ثعبان أو أسد درغام، كلكم جميعا طير أو حيوان أسلموا لله تعالى. إلى كل من عقد على صلاة واستقامة وسجاد وقبلة وطهارة أسلم تسلم لله جل وعلا. إلى كل من وكل بالزوجين اثنين وبذرية بني وبنات ذكران وإناث أسلموا لله جل وعلا. أسلموا لله، رفع الله قدرنا وقدركم وأعلى شأننا وشأنكم وغفر ذنبنا وذنبكم. أسلموا لله جل وعلا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآخرة لا شك ولا ريب فيها، آتية لا ريب فيها، ووعد الله آت لا شك ولا ريب فيه، والجزاء والحساب والمصير بين يديه آت لا شك ولا ريب فيه. المحسن في الجنة والمسيء في النار، المظلوم في الجنة والظالم في النار، ومن تاب تاب الله عليه. ففروا إلى الله، إني لكم من نذير مبين. معشر الجن، فروا إلى الله ركبانا مثنى وفرادى طيرا، كيفما كان الشكل والحال والنفس والقوة والرتبة، أسلموا تسلموا وآمنوا بالله تغنموا. وفكوا العقد والأسحار، فكوا العقد والأسحار، وتخلصوا من المس والعشق الحرام، وتخلصوا من الحقد والغل بالليل وبالنهار. طابت نفوسكم بذكر الله، وصلحت طاعة لله، واستقام سيركم تغاء وجه الله. فهيا إلى الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه وصيتي على الأب في الأب، والأم في الأم، والابنة وعلى الأبناء، من اجتمعوا ومن تفرقوا، من حضروا ومن غابوا، فكلكم بسحر مشترك تدفعون وتعذبون وتعطلون وتمرضون. فليبلغ حاضركم غائبكم وشاهدكم من غاب عنكم طاعة لله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الآن. فالشفاء بإذن الله تعالى يكون سرا سرا فيه برحمة من الله وبمنة ونعمة من الله، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من اليوم من شارك الأم والابنة والوالد والابنة والوالد والأبناء والأم والأبناء، ومن شارك أم جميعا بين زوج وحله وزوجة وحلها،
إليكم جميعا فكوا بإذن الله كل عقد التعطيل وأسعار التعطيل، فكوا بإذن الله جل وعلا عهود ووعود التعطيل طاعة لله جل وعلا. أسأل الله تعالى بمنه وجوده وكرمه أن يجعل في العباد سر الخير وأبواب الخير ونور الخير تجلى ظاهرة عليه في سره وفي علنه بإذن منه سبحانه وتعالى. فيا باغي الخير أقبل، لبيك اللهم لبيك، قولوها لله طاعة، لبيك اللهم لبيك، قولوها لله توحيدا لا شريك لك لبيك، قولوها لله جل وعلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.